كنيطة وعم عمارة، حقائق وتفاصيل لم تعرف من قبل. هكذا كانت المواجهة بينهما في محكمة البويرة، وهذه علاقته الحقيقية مع منتج نيوز. بدأت شعبية عبد الرزاق بوجردة ابن مدينة سور الغزلان بالبويرة حينما ظهر لأول مرة عبر قناة منتج نيوز الإلكترونية وروى قصته عن الفتاة التي أحبها ابنة عم عمارة. عمر خويا عطي له طفلة. عبد الرزاق والمعروف بكنيطة كان يومها مرا بشارع أودان بالعاصمة، وهو الشارع الذي تحط فيه القنوات الجزائرية من أجل عمل مقابلات عشوائية مع المواطنين. وبالصدفة التقى عبد الرزاق بصحفية منتج نيوز والتي قالت له بالحرف الواحد: فرغ لقلبك قدام الجزائريين. هي جملة بسيطة ولكنها لعبت على الوتر الحساس لكنيطة وجعلت خواطره تحدث ضجة في السوشيال ميديا. وأي ضجة؟ 7 ملايين مشاهدة في ظرف قياسي من أجل عبارة يا عمي عمر مدلي الطفلة. عندي قلب بنته كي توقف معايا عندها برا. هذه وحده دوزيامو يمدها لي كيما زادت يجي يعطيها لي، ماشي كوره عقل. نداء كنيطة لم يلقى اي استجابه من عائله العم عمار، وهي المعلومه التي اعلن عنها خلال فيديو ثاني عبر نفس القناه. قلت يا الحاج بنتك هي اللي ربتني، هذيك لاكسيون شافتها يما خسرت فيا قالت لي طوب. هل اتصلوا بك ناس؟ اتصلك بك باباها؟ ونفس الشيء فيديو مليوني المشاهدات، وأمر جعل مدير منتج نيوز يتصل بعبد الرزاق بوجردة ويستدعيه مباشرة إلى مقر القناة بدون أي مقدمات. اللقاء الذي دار بين كنيطة ومدير القناة كان إيجابي، بحيث وجد المدير في كنيطة جزائري مثالي من ناحية الحوار، فهو ابن حي شعبي ويفهم مختلف العقليات وظروف كل شريحة اجتماعية، إضافة إلى الخلق الذي يتميز به عبد الرزاق، وهو ما جعله يعرض عليه منصب منشط صحفي، وهي الصنعة التي لا تحتاج إلى شهادة بقدر ما تحتاج إلى الصفات السابق ذكرها. كنيطة انتقل بعدها ليسكن بالعاصمة وباشر وظيفته الجديدة مع منتج. خرجت كنيطة كانت مميزة، بحيث عرف كيف يخرج ما بداخل الجزائريين من خبايا ومشاعر وأفكار كانت مثيرة وصادمة بالنسبة للبعض. فيديوهات كنيطة مع الجزائريين لاقت 100,000 الإعجابات. حقيقة كان نجاحا عظيما ما فعله كنيطة، ولكن بداخله وقبل أن ينام كل ليلة كان دائما يفكر في محبوبة قلبه ابنة عم عمار، ويتمنى أن تكون من نصيبه ليشاركها نجاحه المهني. إلى أن جاء اليوم الذي التقى به مع عم عمار في نزاع بمحكمة البويرة، وهي الجلسة التي لم تكن كأي جلسة، جلسة تسودها محبة غير عادية ونظرات احترام من طرفي نزاع كنيطة وعم عمار. نعم كان بينهم نزاع قضائي، ولكن على مشكلة قديمة محلها وديا، وهي المناسبة التي كان فيها أول لقاء بين كنيطة وعم عمار بعد الفيديو الذي زلزل الجزائر. عم عمار قال في الجلسة أن عبد الرزاق بوجردة ابن عائلة وطيب ولم يضره أبدا، وما يصل بينهم إلا المكتوب. كلمات أعادت الأمل لكنيطة وجعلت له حافزا لكي يواصل مشواره المهني مع منتج. الرجال كاين في الجزائر ويقفوا معه ونطلب مخواله يخزروا فيه الوجه ربي. وبالموازاة أنشأ حسابا على تيك توك وبدأ يشارك أفكاره وتجاربه مع محبيها. أتشوف اللي بكاك هو اللي فرح داكور اللي بكاك. أسهم كنيطة بدأت تتصعد يوما فيوم، سواء مع قناة منتج أو على تيك توك، إلى أن جاء اليوم الذي علم فيه كنيطة أن معشوقته ابنة عم عمار ستتزوج وتهاجر إلى إسبانيا، وهنا كانت نهاية عبد الرزاق وبنت عم عمار. الحب يمدو ربي سبحانه، الحب اللي يمدو لك ربي سبحانه أو في حكمة في عفسة ما تقدرش تعرف شنو هي، مع الوقت تعرف. كما أنا من هذه الطفلة اللي أنا هضوا عليها وش تعلمت؟ تعلمت باللي الحب ماشي قبل الزواج، الحب بعد الزواج. الحب اللي قبل الزواج هذاك مضيعة للوقت ومضيعة للصحة ومضيعة للبزاف. كان يطعفس على قلبه وحاول ينسى ليلة البنات، وواصل عمله بقناة منتج نيوز
إلى أن صدم بيوم النهاية، أين أبلغ المدير التقني للقناة أن متيجة ستتوقف، وهذا لأسباب مالية بحتة وليس بسبب توقيفها من سلطات الضبط كما أشيع بعدها. يوم الفراق كان حزين على كرانيطا وعلى كل طاقم القناة والذين تلقوا يومها مستحقاتهم المالية كاملة وودعوا بعضهم. كان فراقا مثالي، الكل أراد البقاء والكل كان راضي عن وضعيته بالقناة رغم الصعوبات المالية التي جعلت من مشروع متيجة يتوقف. توقف كنيطة مع متيجة نيوز لم يكن تغييرا على مستوى الوظيفة فقط، بل كان تغيير إقامته كذلك، فقد رجع عبد الرزاق إلى مسقط رأسه بسور الغزلان بالبويرة ولم يأبى التوقف، وواصل مشاركة محبي أفكاره وتجاربه عبر تيك توك إلى أن وصل حسابه إلى 1,000,000 إعجاب وقرابة 100,000 متابع. نجاحه لخصته في جملة من الأرقام، ولكنه تعب أسابيع وأشهر وحب جم تلقاه من قبل الجزائريين. كانت هذه قصة كنيطة من آل زد. الحاجة الوحيدة اللي ما ذكرتهاش في هذا الفيديو هو اسم بنت عمي عمر، إذا حبيتوا تعرفوا اسمها لحقوا لهذا الفيديو 10,000 جم. كنتم مع الجورناليستا.